وبالنسبه للزياش زعما يلعب هنا في المغرب، زياش اي فرقه في المغرب راه غادي هو يعني هو غادي يطلعها. اما بالنسبه لاوروبا زياش يقدر يلعب في البارسا، يقدر يلعب في اي فرقه، راه ما كاينش مشكل، حيت بالنسبه للزياش راه احسن 10 كنقولوا في افريقيا حاليا، غير هو وداك سيديو ماني ديال ليفربول، هادو هما جوج لعابه ديال افريقيا اللي كاينين. كنظني يلعب في فريق الوداد، عند فريق زوين و حتى هو عنده مؤهلات باش يلعب في ذاك الفريق في المغرب. الرجاء اخو، حيت علاش؟ حيت هو عزيز عليه درايفر، درايفر غيقاها في الراس. لعب مع الوداد حيت انا وداد تنحب الوداد، وداد ممكن توافقوا فرقه زياش كنظن اللي غيلعب في الوداد ان شاء الله. اللاعب زياش هو لاعب كبير، الفريق اللي يقدر يلعب فيه لجا المغرب هو فريق الرجاء، حيت فريق عالمي، وكيظن انه هو لاعب بحاله يقدر يلعب في فريق الرجاء العالمي، حيت هو فريق كبير. وداد وداد علاش؟ حيت انا وداد. انا الرجاء. رجاوي. انا بغيت يلعب في الوداد، انا حيت انا ودادي وعزيز عليه فريق الوداد وبغيت يلعب في الوداد. انا بالنسبه لي يلعب في الوداد، يلعب في الوداد، علاش ما يلعبش في الوداد؟ فريق الوداد يعني راه فريق ماشي زعما يقدر اي اي رونالدينو يتمنى يلعب في الوداد، علاش لا؟ نقدر نقول لك الوداد والرجاء ولا شي فرقه اللي تكون في المستوى.